السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري ضمن مجموعة شركاته. البنك بيستهدف من تأسيس الشركة تقديم خدمات التسويق والاستثمار العقاري باحترافية ومهنية. صباح البنوك كانت حاضرة حفل إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري، وكان لنا اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان الأستاذ حسن غانم. تعالوا معنا. بصدد تدشين وإنشاء شركة جديدة من شركات بنك التعمير والإسكان، شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري، وهي شركة متخصصة في التسويق العقاري. الشركة دي تكمل منظومة شركات البنك. البنك يساهم في أكثر من 20 شركة، ما بين شركات تمويل عقاري لشركات استثمار عقاري لشركات في مجال التمويل العام، شركات تكنولوجيا، وهي شركات كلها بتكمل بعض وكلها بتضيف قيمة لبعضها، وبالتالي طبعا بتضيف قيمة لبنك التعمير والإسكان. النهاردة تدشين الشركة جاي متماشي وفي السياق اللي بيحصل في البلد من نهضة في مجال الاستثمار العقاري ومجال التخطيط العمراني والتمويل في مجال العقار وتصدير العقار وأفكار كتيرة جدا. فبالتالي كان يجب على بنك التعمير والإسكان أنه يكون موجود ويكون مشارك. ده الميزة الحدية لبنك التعمير والإسكان، أنه هو بنك بقاله 40 سنة في السوق، له مصداقية وله رصيد كبير لدى العملاء ورصيد كبير من العملاء. فالنهاردة وجود اسم بنك التعمير والإسكان على رأس شركة من الشركات ده بيدي قوة وبيخلي الشركة ان هي تولد شركة كبيرة. شركة النهاردة عندها مشروعات في شرق القاهرة، عندها مشروعات في غرب القاهرة، بتبص على شراكات جديدة، بتبص على مشروعات في مجالات عدة. ان شاء الله بإذن الله، زي ما في الكلمة القصيرة اللي قلتها، السنة الجاية ان شاء الله نجتمع ونحتفل مع بعض بنجاحات اكتر واكتر للشركة، ونجاحات طبعا لبنك التعمير والإسكان. العميل اللي عايز يتواصل مع الشركة بيروح يتوجه للفرع ام بيروح لاحد فروع الشركة اللي يتم الاعلان عنها؟ هي الشركة كيان منفصل طبعا، هو ممكن يتوجه للشركة، الشركة هيبقى عندها السيل سنتر بتاعها، ولكن في نفس الوقت هو برضو ممكن يتوجه للبنك، لانه الباكيجز اللي بتقدم للعميل كنوع من انواع التسهيلات، اذا كان العميل بياخد النهارده بيقدم على شقه والشقه دي بتكون مقترنه بالتمويل العقاري بتاعها، ده عن طريق البنك او عن طريق الشركه فهو سيان. فهو العميل يقدر يروح البنك ويقدر يروح الشركه وهياخد نفس الخدمه وبنفس قدر من الحرفيه. البنك ساهم حاليا في شركتين للتطوير العقاري، زي ما قلت لحضراتكم انه البنك بينظر لعده شراكات، منها شراكات مع شركات خليجيه، ولكن لسه يعني الموضوع في فطور المناقشات والمباحثات، ولكن في خلال قبل اخر السنه ان شاء الله هيحصل الموضوع، وان شاء الله هيكون في شراكه مع جهات اجنبيه، وهيكون ليها برضو اثر جيد ان هي هيبقى في ضخ لاموال اجنبيه تخش للقطاع المصرفي وقطاع العقار. بنك التعمير والاسكان لما بيتحط على راس شركه من الشركات، فده بيدي مصداقيه لوحدها، لانه لوحده معاه 40 سنه من الخبره والمصداقيه. فطبعا اسم البنك مهم، والسبورت والسند للشركات دي متواصل، لان هو الصراحه يعني هو مش نوع من المسانده من غير اي عائد، لا. النهارده الشركات ده هي شركات بيساهم فيها البنك، وفي نفس الوقت البنك بياخد منها عوائد، والعوائد اللي بياخدها من الشركات دي كلها عوائد مجدية جدا جدا جدا. فهي يعني العلاقة فيها ربحية متبادلة ومنفعة متبادلة ما بين الشركات اللي بيساهم فيها البنك والبنك نفسه. البنك رائد وهيفضل مستمر في هذا القطاع، لان احنا مش هنفقد ريادتنا في السوق في مجال التمويل العقاري ابدا. يعني البنك يملك 100 فرع دلوقتي، وفي سياسه توسعيه، ولكن بالاعداد الكبيره، يعني انا مش بنظبط ان احنا نفتح 30 و40 فرع، لا، احنا بنتكلم في حوالي يمكن 10 فروع تقريبا السنه دي. يعني ان شاء الله هنستعرض لكم وقائع المؤتمر والرد على بعض تساؤلات صباح البنوك حول هل الوقت مناسب للاستثمار في القطاع العقاري، واهميه الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفتره القادمه.
تابعونا على قناة صباح البنوك. بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، يفعل خاصية الجرس ويشارك الأصدقاء لتعميم الفايدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لأن في كتير من تساؤلات حضراتكم إجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة أعلن اليوم عن طرح شهادة جديدة اسمها البريمو جولد. الشهادة مدتها 3 سنوات والعائد متنوع على حسب انت بتختار العائد ازاي. يعني لو انت اخترت دورية صرف العائد شهري فسعر الفائدة بيكون 16% سنوية، ولو انت اخترت دورية صرف العائد يعني العائد ينزل في حسابك كل 3 شهور فالعائد 16.5%. اما انت لو اخترت دورية صرف العائد سنوي فالعائد 17.